لسه الحقيقة مع العظمة اللي بيقدمها النادي الأهلي على كل المستويات. بكرة إن شاء الله أيضا افتتاح بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات، إن شاء الله الافتتاح هيكون في تمام الساعة 6 مساء غد الثلاثاء بصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهتنقله إن شاء الله على الهواء مباشرة كالعادة قناة النادي الأهلي، وهتشوفوا إزاي العمل على كل المستويات لا ينقطع داخل النادي الأهلي نادي القرن الأفريقي. كابتن محمود الخطيب إن شاء الله يكون متواجد بكرة، والنادي الأهلي وجه الدعوة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أيضا دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي ومسؤول الاتحاد المصري لكرة اليد. الحقيقة أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الأستاذ محمد الغزاوي حاولت جبولنا يا جماعة أستاذ محمد الغزاوي برضو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا علشان لو في أي حاجة عايز يقولها يقولها من خلال قناته قناة النادي الأهلي. الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة عامل مجهود كبير جدا واجتماعات متواصلة على مدار الفترة اللي فاتت علشان يظهر الحفل إن شاء الله، كلنا متأكدين إن شاء الله إن بكرة حفل الافتتاح هيظهر على أفضل مستوى. الاجتماع الفني لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد كان النهاردة، وعقد هذا الاجتماع بحضور كابتن خالد العوضي مدير البطولة وكابتن مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد. كان متواجد أيضا من الاتحاد الإفريقي كل من يوفو أمين صندوق الاتحاد الإفريقي ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات ومامادو ديابات رئيس لجنة الحكام وأسيمان نويل سكرتير الاتحاد وسامح جورج مراقب البطولة. كل هذه الأسماء كانت متواجدة النهاردة نادي الأهلي اليومين اللي فاتوا خلية نحل زي ما حضراتكم شايفين. الاجتماع الفني عن مجموعات البطولة بعد انسحاب فريق فاب الكاميروني والتي جاءت كالتالي: المجموعة الأولى رجال الزمالك من مصر طبعا، سمارة وداد أو سمارة وداد سمارة المغربي، وجي اس كي الكونغو الديمقراطية، وفانز الكاميروني، وزيد أو ريد ستار من كوت ديفوار. دي المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية رجال الأهلي وسبورتينج من مصر، ورجاء أغادير من المغرب، وكيركوس من إثيوبيا. أما المجموعة الأولى سيدات بترو أتلتيكو الأنجولي، ودي جي اس بي الكونغو، وموكنيل من تونس، وسبورتينج من مصر، وفانز من الكاميرون. أما المجموعة الثانية سيدات أو أغسطس الأنجولي وهابيتات من كوت ديفوار، والنادي الأهلي من مصر، وأوتوه إثيوبيا، والنواصر من المغرب. دي إذن مجموعات هذه البطولة. وفقا لنظام البطولة هيتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة للدور ربع النهائي، طبعا ده على مستوى الرجال والسيدات، على أن يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، بينما يلعب خامس المجموعة الأولى مع خامس المجموعة الثانية لتحديد المركزين التاسع والعشر. خسرون في مباريات الدور ربع النهائي بعضهم أمام هيلعبوا بعض يعني بواقع مباراتين لفرق الرجال ومثلهما لفرق السيدات، على أن يلعب الفائزون من هذه المباريات لتحديد المركزين الخامس والسادس، وأيضا يلعب الخاسرون لتحديد المركزين السابع والثامن. الفائزون من هذه المباريات هيتأهلوا للدور نصف النهائي، ثم يتأهل الفائزون في نصف النهائي إلى المباراة النهائية على مستوى الرجال والسيدات، بينما يلعب الخاسرون على المركز الثالث والرابع. دي شكل البطولة اللي إن شاء الله هتبدأ أو هيتم الإعلان عن بدايتها بكرة في تمام الساعة 6. كل التوفيق للنادي الأهلي، وطبعا كالعادة من خلال قناة النادي الأهلي هتشوفوا كل التغطية
لكل هذه المباريات، مباريات النادي الأهلي سواء رجال أو سيدات، من خلال قناتكم قناة النادي الأهلي.